تعمل جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية على توفير حياة كريمة للأفراد ذوي التحديات الحركية للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات من خلال تقديم أفضل البرامج التأهيلية والرعائية لذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة دون تمييز لدين أو عرق أو جنس أو هوية. وهذا العام وبرعاية سمو الأمير رعد بن زيد وسمو الأميرة ماجدة رعد احتفلت الجمعية بتخريج الفوج 37 من أبنائها بحضور المديرة التنفيذية للجمعية آني أبو حنة وأهالي الطلبة والداعمين للجمعية، حيث حمل الحفل عنوان المواطنة الصالحة. وقدم سموه شكره لكافة الجهات الداعمة لمسيرة الجمعية ومباركته للأطفال الخريجين وأهاليهم، معرباً عن تمنياته لهم بالتميز والإنجاز في حياتهم ودراستهم، لا سيما وأن معظمهم سيتم دمجهم بالمدارس العام القادم. من جانبها أشارت السيدة أبو حنة إلى أن الجمعية تقدم خدمات تأهيلية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية تعمل من خلالها على تكييف البيئة المناسبة لأصحاب الإعاقات تمهيداً لدمجهم بالمجتمع. نجاح الوطن تعتمد أن يكون كل شخص بالمجتمع يأخذ حقه وليس شفقة. اليوم جمعية الحسين تحتفل بتخريج 33، لما نقول يعني بتخريج هال 33، لما نقول تخريج عبارة عن إدماج أطفالنا في مكانهم، في مكانهم يأخذوا حقهم في المجتمع المحلي. نحن حاسين جمعية الحسين إنه مهما قدمنا كتير أقل مما البلد بحاجة لإلها، عشان هيك عم نتحول لمركز تدريبي معتمد على مستوى الإقليم باسم الأردن، نرفع مستوى الخدمات، نكون جزء بسيط حتى نزيد عدد المنتفعين حيث يأخذوا جودة ولتحقيق دمج شامل. وتخلل الحفل تقديم فقرات فنية أداها الأطفال الخريجون، تضمنت فقرات مسرحية وغنائية وموسيقية متنوعة. وسلمت سموها الأطفال الخريجين الشهادات والهدايا بحضور الأهالي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والداعمين للجمعية. يشار إلى أن الجمعية تعمل على إعداد الأطفال المعاقين للاندماج بمجتمعهم اندماجاً سليماً يخلو قدر الإمكان من الصعوبات والمعيقات من خلال إنشاء شراكة مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني ونشر الوعي حول حقوق الأشخاص المعاقين وقدراتهم وإمكاناتهم لدى كافة شرائح المجتمع وتوفير التدريب الشامل للأخصائيين وطلاب الجامعة في مختلف مجالات التأهيل.